شيوخنا بإذنه تعالى. إذا البداية التي تبدأ إذا في هذه الانطلاقات والتحديات ومسار يحمل جديدا من الإثارة في رياضة الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم المميز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه. انطلق شوط الشرايا بالنسبة للقعدان، انطلقت وبدأت الأسماء التي تبحث عن الرمز الغالي ومجسم هجن الرياسة، إضافة إلى السيارة التي تنتظر الفائز في المركز الأول في مهرجان تسعيرة هجن الرياسة ومهرجان سويحان الذي تعلن معه هذه الأسماء وانطلاقة هذا الشوط. لأتعرف على المراكز الأولى، أتعرف على الأسماء المتقدمة، الأسماء المنطلقة، 50 مشارك في هذا الشوط، واحدا من بين هؤلاء هو من يخطف الرمز ويخطف المجسم. المركز الأول في هذه اللحظات مكرم مع المركز الأول الذي ينطلق في هذه اللحظات في يوم الحضور الكريم الذي نتشرف فيه دائما وأبدا لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان. فمرحبا بو حمدان ومرحبا بكل الحاضرين والمتابعين. مكرم تعود الملكية ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي مع المركز الأول، غير في هذه اللحظات اللي غير مكلف سيف بن محمد بن علي العريان، احتل المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثالث، الاسم القادم في هذه اللحظات، شاهين محمد بن عبد الله بن مبخوته العامري، غير واحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات من يحمل رقم 43، تقدم برقلي علي بن محمد بن علي بن فاضل مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع والذي يحمل الرقم 24 هرمز وعامر بن حمود الوهيبي في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس القادم في هذه اللحظات والمنطلق والمتقدم، يتقدم هنا مصدر لحارب بن مغير بن سالم العميمي أم هنا مصدر؟ المهم هو القادم، إن كان مصدر فهذا المصدر، وإن كان مصدر فهو مصدر ولا مورد، المهم الرمز، المهم المجسم. بينما الاسم القادم في هذه اللحظات القادم يتقدم وينطلق، الضامي في هذه اللحظات يتقدم في هذه اللحظات، الضامي وحمد بن شطيط الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق. بينما الاسم القادم الحذر محمود بن الحمدي بن سالم الدرعي، وأيضا القادم من يحمل رقم 40 يتقدم مجد سهيل بن خيرات بن الدودة العامري، ولكن اللي غير وانطلق في هذه اللحظات يحمل رقم 28 يتقدم ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، وأيضا القادم شاهين راشد بن حمد بن مبارك المهيري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصراع، أشوف الأمور ما زالت هادية، ما زالت هادية، لكن روح يا المهيري، روح، روح إلى المجسم، روح المجسم مع شاهين راشد بن حمد بن مبارك المهيري. ولكن أيضا القادم بكل قوة والمنطلق في هذه اللحظات يحمل الرقم 24 هرمز وعامر بن حمود الوهيبي، عامر بن غفيك الوهيبي يتقدم، ولكن غير شاهين، ولكن شاهين ما زال مع المركز الأول. راشد بن حمد بن مبارك المهيري، مبارك عليك يا ولد، مبارك، مبارك عليك الرمز، مبارك
مبارك عليك العيد ومبارك عليك الناموس السعيد. وسلام بو حمد، سلام إلى أهل العين، تهانينا لراشد بن حمد بن مبارك المهيري. وعلى انتزاع سلالة شاهين المهيري للمركز الأول وللمركز الثاني، اللي مع المركز الثاني الذي يحمل شعار عامر بن الغفيق الوهيبي، بينما المركز الثالث وصل شعار ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي مع تعويض، ورابع المراكز يحمل رقم 43 برق ملك علي بن محمد بن علي بن فاضل، وخامسا الحذر محمود بن الحمدي بن سالم الدرعي. هكذا متابعين الكرام في كل مكان مجسم حجن الرئاسة، والسيارة تذهب مباشرة لمالك شاهين ومن قدم شاهين. بو حمد يستاهل الناموس ويستاهل التحية، والسلام يا العين سلام راشد بن حمد بن مبارك المحيري من قدمه. ونحن في انتظار التوقيت الزمني، لحظة الوصول 4:36 وجزئين من الثانية. ننتقل إلى المركز الثاني وأيضا سلالة شاهين المهيري، تهانينا أيضا لمالك شاهين من قدم في المركز الثاني. وتوقيت الزمني الذي سمي بهرمز اللي في المركز الثاني عامر بن الفيق بن حمود الوهيبي، 4:37 وجزئين من الثانية، بينما المركز الثالث أيضا نقدم الثانية لمالكي تعويض اللي فاز في المركز الثالث ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، 4:37 و5 أجزاء من الثانية.